لا ابو صالح قاعد يجهز، شيخ ابراهيم قاعد يجهز برنامج قادم مميز ومن العيار الثقيل. اي نعم، والله مو بنا الحالي، كل الشباب ما شاء الله يشتغلون ويجهز كلنا. قائد هذا الهرم وقائد هذا الشباب اكيد بيكون فيه ابداع، زي ما شفنا الابداع في برنامج البزنس، زي ما شفنا الابداع في برنامج عابر. اللهم اجعله، والله حنا نكمل بعض ومجتهدين وعسى الله يبارك في الجهود. امين. ولكن اللي نقوله ان شاء الله نعدكم بالافضل والاجمل. ابو صالح باذن الله بالاجمل. ابو صالح صلى على النبي، مرحبا لي مليون. احنا الحين في المنعطف الاخير للبرنامج عابر. اي نعم. عطنا حصريات على البرنامج الجديد. واحدة. لا حصريات ما اقدر. لا عطنا الفكرة. عطنا المدة، تراه منبه علي يقول لا تسألني، بس صالح. أنا طبعاً عشان الهواء. أبو صالح المدة كم؟ المدة؟ إيه. إلى الآن ما تضحك. أبو صالح ما تضحك. لكن كلش يعني برنامجنا ذا كامل. مختلف. كامل. كلش مختلف. أبو صالح. فل أوبشن. هذه عاداتك والله. فل أوبشن. أبو صالح. في سيارات. وتجهيزاته أكبر من كل البرامج اللي قبل. سلام. أكبر أكبر. شوف انا مطلع، مرصودنا ميزانيه اضعاف البرامج اللي فاتت. يا سلام كذا يا ابو صالح، بس من بعيد لبعيد. ابو صالح ابو صالح نفرح والله من نجاحك، ودنا الربيز معي بس. ابو صالح تمام كذا يا شباب، امورك طيبه يا ابو صالح؟ اسمح لي امانه تقول لك اللي يقولون لي. اي لا مالك، هم يقولون طبعا يوقفون على موضوع التصريحات، لكن ما علينا، انا نبي شيء مميز. لا لا ابدا. عموما التصريحات، شوفوا بوضح نقطه. ابو صالح شيخ ابراهيم هو مشرف على التعديلات والانشاءات الجديده بنفسه، يعني قبل ما يجينا الان هو جاي من الموقع الجديد، كان واقف عليه على قدم وساق، ولا هي غريبه عليه. يعني انا عملت مع هذا الرجل في تجهيز برنامج البزنس، يعني كان عاك في ركبته حتى طلع البرنامج بالشكل اللي انتم شفتوه. شكرا لك يا شيخ ابراهيم. الله يبارك فيك، جزاك خير. والشباب والله كلهم، والله مو بنا الحالي، والله ابو عبد الله معنا، وابو سعد يكم الخير، وابو نايف، وعبد الله الجميري، وفهد معيان، والله كلهم على قدم وساق وشغالين، والله يبارك فيهم. يا الله وجهك. وحقيقه هم اللي حمسوني وشجعوني، وانا اقول عسى الله يجمل لي معهم. جمل 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 والله مجمل. هذا سبب النجاح اخوي. اسمح لي بس. هذا سبب النجاح، النجاح دائما خصوصا في قناه الواقع ما ينسب لشخص، ينسب لكيان. ان شاء الله اللي ينجح فريق ما ينجح شخص. نعم اللهم لا شك. ما شبه كان الواقع والشغل اللي فيه باداره الهلال وشغل الهلال. يا سلام يا سلام. تشبيه جميل. اسمح لي صالح نصراوي، والله ما الناس ما معنا وقت، لكن برضو ايضا